بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية التالية، وهذه صيغة أمر إله بالحكم، ثلاث مرات جاءت هنا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هنا الآية 47: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. ألي أنزل الله ضيعتمه وظهرته الإنجيل ألي يمشي مع رغباتكم الخبيثة الدنيوية، ما كنتش توتوا الملذات إلى ملذات أخرى، ملذاتكم تتوقف عند انتهاء حياتكم. هذا يقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، أنا على ضوء ما جاء في الإنجيل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني الآية الثالثة، لا يلولا وليحكم بما ومن لم يحكم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعد الظالمون يعني الزنجوس، وبعد الفاسقون لي بيرفير. ونعرف قداش من مرة تحدثنا على وطاية ومهانة المانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك، يعني هم ضد تعليم إلهي، لي بيرفير مانيبيلاتور نارسيسيك ضد تعليم إلهي، ضد الاتباع ما ينفعه الفاعل والقائل والمشير، ومن فميك يمشي إلى ما يضره عند رب العالمين. يعني أنت إيش خليت يا نازي يا جيفة يا صهيوني يا كنائسي، شو خليت لآخرته؟ أنت الدنيا من تخرج إلا على شر الحالات. ما تجمش تصور شنو اللي حضروا لك ربي هيقول باش تجي سكرة الموت طويلة طويلة وثقيلة جدا، وماهوش هذا مبارك. حتى اللي عاملين روحهم مسلمين وقال لك احنا مسلمين، هما يحاربوا الاخوان المسلمين، شنو عرفك بهم الاخوان هذوما؟ هل هم صادقون واتبعوا ما قاله الله في شأنهم انما المؤمن اخوة، والا هما غير ذلك؟ انتم شديتوا غير ذلك. شنو دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم. لا برهان، انتم هذو ظالمين، ومش يجي على يديكم البرهان. على مجرد نشوتكم في تعذيبنا ومجرد كرهكم لينا تلصقوا بنا إخوانية، إخوان المسلمين العالميين، هي احنا ما يخلو منا لا عصر ولا مصر، يعني مكان على رحمة العالمين. وفعلا قائدنا هو رحمة العالمين، ولهذا ما يلزمش يكون المسلم لأخ للمسلم أو للمسلمة ما يكونش على خطى سيدنا عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين والسلام.